طبعا وحيد حامد كاتب كبير وله قدره المعروف في السينما كسيناريست، فالكلام على وحيد حامد يبقى مزايدة، يعني وحيد حامد كبير جدا، انما انا هقول كلامي هيبقى على المخرج اللي هو تامر محسن اللي انا سعدت بيه جدا جدا جدا، اسلوبه في العمل يعني انباني عن مخرج كبير ان شاء الله يبقى اضافة كبيرة بالنسبة للسينما. وعاوز اتكلم كمان على الممثل الشاب النجم الصاعد محمد فراج اللي هو برضو ان شاء الله هيبقى اضافة كبيرة للسينما. وعاوز اقول ان انا اتشرفت ايضا بمشاركة النجمة سوزان نجم الدين اللي هي من سوريا الشقيقة، والحقيقة ان انا كنت دايما متطلع ان يبقى في تعاون عربي عربي مشترك في صناعة الفيلم، فانا باكد على سعادتي بوجودها في الفيلم النهاردة، وان شاء الله تبقى دي انطلاقة ليها في السينما. وهتكون بتجيب دباديب يا شاوي. انا بشوف انها التقاء جيلين، استاذ وحيد حامد كرمز بروز السينما المصرية الكبار، وتامر محسن بطار مخرج شاب واعد جدا، عملوا مع بعض مسلسل سافات بدون ذكر اسماء ونجح قوي، واعتقد ان ده تاني لقاء بينهم، وباذن الله هتبقى حاجه جميله، واصلا المزج ده ما بين الجيلين بحد ذاته بيطلع حاجه ثالثه جميله قوي. السينما طول عمرها هي ملهيه بتاعه الشباب، واللي بيعملها شباب يعني باشتراك عناصر من الخبره طول الوقت طول العمر. السينما سينما شباب، اللي بيصنعوها الشباب، واللي بتجننوا فيها الشباب، واللي يجيبوا افكار جديده الشباب، وموضوعات جميلة. كل حاجه جديده هي الشباب، فضلوا طول عمرها شباب، مش في السنه دي بس ولا الوقت ده، طول عمرها هي كده. متشوق ان انا اشوفه، لان اسامي الناس اللي اشتغلت فيه، الاستاذ وحيد حامد طبعا على راسهم، واستاذ محمود حميده، ومحمد فراج، ويعني تامر محسن اول مره اشوفه في السينما، فطبعا تركيبه مبشره، واتمنى الفيلم فعلا على قد التوقعات يعني، وان شاء الله انا متاكد ان هو هيبقى فعلا قد التوقعات واحسن كمان، فبالتوفيق ليهم وان شاء الله ينافس ويعمل حاجه حلوه في الموسم ده. يعني حاجه ايجابيه جدا يكون في نجوم كبار بيشاركوا مع الشباب، وحاله الالتحام دي اكيد يعني هتفيد العمل في الاخر، وهتفيد الجيل اللي انا منتمي ليه يعني، وانا يعني بحاول اعمل افلام زي دي، واتمنى نعرف نتعاون مع بعض نجوم كبار مع الشباب اللي زي محمد فراج، اللي احنا كلنا يعني حاسين انهم هيبقوا من الناس المهمين جدا اوريدي، هو يعني عمل بصمه، وحاسس ان هو هيعمل اكتر بكتير كمان ان شاء الله. رجعنا لكم مع الفيلم اللي انا شخصيا كنت في منتهى السعاده وانا داخل متوقع طبعا، يعني اسم الاستاذ وحيد زي ما هما بيقولوا، استاذ تامر محسن، محمد فراج، وكلهم مع حفظ الالقاب يعني كلهم واعدين، وشفنا بدون ذكر اسماء كان مسلسل رائع، لكن كمان الحقيقه انا اللي اتبسطت بيه ان انا الفيلم كمان عجبني اكثر مما كنت متوقع. فطبعا انا رب العمل الاول الاستاذ تامر محسن، منورنا استاذ تامر، منورنا حقيقي. استاذ محمد فراج طبعا صديق البرنامج لانه كان ضيف هنا، منور يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا فندم. اولا مبروك على الفيلم الجميل جدا. الله يبارك فيك. والحقيقه انا سعيد لان الفيلم رغم انه بيتعرض لقضيه مهمه وبيناقش حاجه مهمه، لكن هو فيلم جماهيري من الطراز الاول، واحنا في شوق لهذه النوعيه من الافلام اللي تبقى مهمه وفي نفس الوقت جماهيريه ما نتفرجش عليها احنا كصناع العمل يعني. هل ده كان في ذهنك يا استاذ تامر وانت بتعمل فيلم ان يكون جماهيريا؟ لان انا بشوف ان السينما لازم تكون ممتعه. تمام. ده الشرط الاساسي ان انا لما اتفرج على فيلم اتسلى اتبسط ايا كان نوع المتعه دي. تمام. متعه مش شرط يكون فيلم كوميدي، ممكن استمتع بالرعب. طبعا ممكن استمتع باي نوع من الانواع، تسلية. ولكن لابد ان انا انبسط. تمام. فده طبعا ده كان همي الاساسي. الهم الثاني ان احنا فعلا نقدم الفكره بتاعت الفيلم بشكل يسمح بانه حضرتك عارف ان جمهور السينما دلوقتي جمهور ممكن يبتدي من سن 14 و15 سنه. فده في بالي ازاي ان انا يكون الشباب نقدر نوصل لهم بالفيلم. والحقيقه ان انا بعتبر نفسي برضو بعيد نسبيا عن الجيل ده، وبجتهد طول الوقت ان انا افهمه واعرف هو بيحب ايه.
بعيد بحكم السن ولا بحكم انك انت ما اشتغلتش اعمال كتيره؟ لا انت صغير شاب يعني. ولا تتكلم على 14 و15؟ لا انا ممكن ما افهمش واحد اصغر من 5 سنين. طبعا الدنيا بتتطور بشكل قوي. مش منهم اي حاجه الحقيقه، مش عارفين هم عايزين ايه اصلا. فطول الوقت بحاول اجتهد وبخاف في اليوم اللي انا ما اقدرش اتواصل. فبالتاكيد لما عملنا الفيلم كنا هنمنا النوع ده من الجمهور، لاني عارف ان في قطاع كبير من الجمهور هيجذبوا الفيلم لانه فيلم الاستاذ وحيد حامد. ففاضل بقى اركز ده اللي هو احنا. اللي هو احنا، انا رايح عارف وحيد حامد هيقدم ايه يعني في الاول وفي الاخر. لكن زي ما انت بتقول يا استاذ تامر، الشباب اللي هو داخل في الاول وفي الاخر داخل يضحك وتبسط وتأثر، ومش لازم يضحك يعني بمعنى كده، بس داخل يتسلى اللي هي الكلمة الشهيرة يعني. وداخل يشوف فيلم يحس ان هو فيلم شبه جيله. مش فيلم قديم. انا موافق تماما. في لغة جديدة، في شيء مدهش مختلف. يعني انا موافق، وده حصل يعني بالنسبة لي، لان انا كان معايا بنتي وهي طالبة في الجامعة الامريكية، وكانت مبسوطة جدا. هم طبعا بيتفرجوا على افلام طول الوقت بتاعت بره بتاع، هي كانت حاسه ان هي قالت لي انا حاسه القطعات والقطات والايقاع والبتاع اتفرج على فيلم زي بتاع بره يعني. الحمد لله. انت ايه رايك؟ انا مبسوط جدا بالكلام اللي قالته. ايه انا لاحظت طول العصر ان انت واقف مش قاعد. صح. كنت متوتر؟ جدا. هقول لحضرتك على حاجه. يعني هي مش اول مره اشتغل بمعنى صح، او مش اول مره اتحط في الموقف ده. تمام. بس مش عارف ليه انا كنت حتى كنت بقول له استاذ تامر الموضوع دوت، واستاذ محمود حميده واحنا بنتكلم، وانا رايح يوميها وانا نازل من بيتنا رايح حاسس باني انا عمال اكلم نفسي وانا سايق في العربيه رايح الطريق، انا حاسس ان انا رايح اخد نتيجه الثانويه العامه. مش عارف ليش معنى التجربه دي بالتحديد. ممكن عشان انت في الاول البطل، كل الدنيا ابطال وكل اللي يمثلوا ابطال، بس البطل محمد فراج. ماشي يعني ماشي. اذا جاز ان احنا نقول فيلم بطوله، فهو القضيه قضيتك والحدوده حدودتك جوه الفيلم، واللاين الاساسي بتاع الفيلم ده يعني. انا بالنسبه لي وانا شفتك في حاجات كتيره، انا اعتبر ان ده البطوله الاولى لمحمد فراج، فلازم تبقى كده. اوافقك جدا يا دكتور مدحت في الكلام ده، ويمكن ده يكون سبب رئيسي من الحاله اللي كانت فيا. يعني حتى لما دخلت قاعه السينما انا يعني حضرت قبل كده، رغم اني ما بقى يعني ماشي حضرت قبل كده وشفت الايام دي. وبصراحه بيبقى يعني بيبقى ضغط عصبي جدا جدا، لاني انا يعني افضل اني اقعد في قاعه ثانيه ما فيهاش اي حد خالص اعرفه اكتر من اني اقعد في القاعه دي. بس انا لازم اقعد في القاعه دي، فاهم قصدي؟ اللي هيحصل اللي هو المفروض يحصل، مش اللي انا عايزه. بفرك كل شويه، يعني عيني على الشاشه وودني مع الناس. مع الناس طبعا، مع الناس طول الوقت طول الوقت، وده لا ارادي. ياما مرينا بهذه التجارب. وهقول لك حاجه من تجربتي الخاصه، يعني الناس ضحكت اللي احنا ضحكناه ده، اضربه في 10 في العرض العادي اللي هو بتاع الجمهور اللي ايه اللي هو ما يعرفكش ولا يعرفنا، داخل يتبسط دفع تذكره اللي احنا ضحكنا واتبسطنا وبتاع، اضرب في ضعف 10 في الجمهور العادي. يا رب يا رب. انا بقول لك خبرتي، انا حضرتنا مليون عرض خاص وكده، وتحس بعض الاحيان ان لذيذ وكل حاجه، بس تيجي بقى تحضره مع الناس تلاقي رد الفعل الافيه اللي احنا بنقول عليه، تلاقي الجمهور بيقع، لان الناس داخله تتبسط وده ما عندهاش حسابات ولا عندها هو ما بيجاملش في الاول وفي الاخر. فاهم يعني. ما هو ده اللي كان بيهمني في الموضوع ده. بس اتبسطت من رد الفعل. يعني لحد دلوقتي، حتى الان المفروض هو الفيلم نازل النهارده، اول يوم ينزل النهارده يا رب بالتوفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بس من اول العرض الخاص لحد النهارده، الناس اللي شافوا الفيلم كانوا موجودين يوميها، او اللي شافوا البوستر، او اللي شافوا الاغنيه، او اللي شافوا التريلر، او اي حاجه تخص الفيلم، في تعليق إيجابي جدا. ومن ناس قريبه مني انا واثق في رايهم، رايهم ما فيهوش اي زيادات، محدش هيجامل، او من الناس ما اعرفهاش خالص. فده اللي مخليني يعني يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. قشطه ان شاء الله. استاذ تامر، قول لي ليه محمد فراج؟ يعني ليه اختيار محمد فراج تحديدا في هذا الدور؟ ممثل جميل ورائع وكل حاجه في الدنيا، بس اكيد كان ليك وجهه نظر في اختيار محمد فراج. فيزيكالي جايز، ايه ليه محمد فراج تحديدا؟ يعني كل الاعتبارات دي كانت في بالي. طبعا المواصفات والشكل كل الحاجات دي مهمه، طريقه اداؤه، بس هو اهم اعتبار انه انا
بثق ان محمد فراج ممثل يعني ممكن يقول ممثل ضيع جوكر يعني بمعنى يعني ان هو ايوه بالظبط يعني هو يقدر يعمل الدور ونقيده ويقنعك بيه اقدر اتخيله في كل الادوار فبدون ذكر اسماء كان رجب الفرخ وده دور مختلف خالص عن الدور اللي بيلعبه في المسلسل فانا عندي قناعه ان هو يقدر يعمل ده والحقيقه بيعرف يعمل ده دي حاجه الحاجه الثانيه ان هو بالتاكيد انا احب اشتغل مع ممثل يفتح نفس المخرج لان احنا الاثنين بنعرف نشتغل مع بعض تمام في زي ما بيقولوا كيمياء يعني بالظبط لان الممثل لما يكون قادر يفهم المخرج ويفهم السيناريو ويكون اداؤه بيشجع كل فريق العمل مدير التصوير وكل كل الناس ان هم يجودوا من شغلهم فاحنا كلنا بنطلع بالعمل بيستمتعوا بتفكرني انت كده معلش ما هو ربط اوكي انا كنت بشوف ام كلثوم بتغني لما تشوف حفلاتها القديمه تحس ان العازفين اللي ورا هم نفسهم متسلطنين يعني واخد بالك يعني اللي بيعزف قانون اللي بيعزف هو مبسوط من اللي بيعمله مبسوط من الحاله دي واصله له فاكيد ده اللي تقصده يعني الروح دي بتفرق كتير مع اعمال الفن الحقيقه بتفرق كتير الحقيقه وحيد حامد ده تاني عمل مع بعض مع بالظبط قول لي استاذ وحيد حامد اولا هو الاستاذ وحيد حامد انا يعني دايما بلاحظ ان هو جاب محمد علي اشتغل معاه ثم جاب تامر محسن يعني لما هو وحيد حامد كل هذه القيمه والمخرجين العظام اللي اشتغلوا معاه عاطف الطيب وهو يعني شريف عرفه طبعا وكده شعورك ايه لما وحيد حامد قال لك انا عايزك تعمل لي اول مسلسل ونقاك انت تحت خاصة المسلسل المسلسل كمان غير الفيلم طبعا يعني المسلسل حاجة صعبة اقول لحضرتك انا اعرف استاذ وحيد حامد من معهد السينما من سنة ثالثة في معهد السينما لما كنت بعمل فيلم مشروع سنة ثالثة وهو كان عضو لجنة تحكيم كويس واعجب بشدة بالفيلم وانا استغربت ويتكلم معايا مع ان الفيلم ما كانش بينتمي للنوع اللي هو بيعمل بيستهويه يعني. فاستغربت لكن كان مبسوط جدا بالفيلم وانا ببص في عينيه وهو بيكلمني جالي احساس ان انا في يوم من الايام هخرج سيناريو للاستاذ وحيد حامد وان كان المسافه بيننا ضخمه جدا يعني انا ما اعرفش ليه اتخيلت كده كويس بس كان عندي قناعه بده فضلنا على تواصل طول الوقت بيتصل بيا بنتقابل وطول الوقت بحس ان هو بتختمر الفكره في ذهنه هو عنده اعتقاد فيا اتمنى يكون يعني اعتقاد لا ما طبعا والحمد لله اعتقاده كان سليم يعني ولحد ما جت بدون ذكر اسماء فالحقيقه انا ما كنتش متفاجئ هو احساس بالخوف اكتر من ان انت تبقى على قدر مسؤوليه اسم وحيد حامد لان هو اللي اشتغل مع استاذ وحيد حامد يعني يعني اختيار الفشل مش موجود ما ينفعش يعني انا الطرف ده مش موجود فاقد جزء من حريتي وانا بشتغل ان انا انجح او افشل بالظبط مش نافع لان لو فشلت يبقى اكيد الشخص الجديد ده هو اللي فشل مش وحيد حامد فاكيد بيكون عامل مسؤوليه وضغط عصبي كبير جدا اني مضطر ان العمل ده يكون عمل قيم يناسب الاسم السيناريست الكبير اللي مكتوب عليه يعني وبعد كده جه الفيلم هو زي ما حضرتك قلت الاستاذ وحيد حامد بقى مشهور ان هو بينتقي مخرجين بس انت تامر سمعتك سابقاك يعني ربنا يخليك انا بتكلم جد يعني انا اول مره التقي على فكره اول مره اشوف تامر النهارده اول مره ويوم العرض حتى خرجت قلت لهم انا عايز اقابل المخرج قالوا لي ده هو قاعد تحت خالص في الصرفه ما عرفناش نلتقي وكده بس انا طول الوقت يعني عارف تامر محسن تامر محسن يعني عارف ان في حد موهوب ونحن على فكره عارف الوسط بيبقى كله عارف ده موهوب ده مش عارف يعني بنبقى عارفين كده محمود حميده ومن غير ما تقول لي بقى الاستاذ الكبير اللي انا اتعلمت منه الشباب دول مش عايزهم يعني من الاخر مش عايزين نقول الكليشيهات بقى والايه والحب بيبان من اللي ورا الكاميرا بيبان قدام الكاميرا والحاجات دي انا اوفر يا دكتور مدحت انت عارفني انت اوفر جدا يعني قول لي يعني قول لي يعني انت في مشاكل كتير بينك وبين الاستاذ محمود حميده اوكي نوع محمود حميده في التمثيل هو له ستايل في التمثيل هل ده لقيته مناسب لطريقتك ولا ايه بالظبط يعني جدا جدا ليه علشان اولا انت لما بتيجي تشتغل مع 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 اي ممثل بغض النظر عن اسمه او تاريخه انت بتحبه عموما او له عندك هيستوري حلو ده في حد ذاته جزء
يعني بيساعد في 20-30% من طاقتك في الشغل معاه اصلا يعني. ان انت نفسك تبقى حب. انا هقف قدام الراجل اللي انا بحبه بحب اتفرج عليه، هقف قدامه هشتغل معاه. فده في حد ذاته انا بشوف انه الاحساس الصحيح ليه ان هو يحفز، مش يقيد من كتر الخوف. اخاف طبعا لازم ابقى واخد بالي، وده يعني ابقى حذر علشان يديني دفع لقدام اني انا اعرف استمتع باللحظه اللي هقف بيها قدام البني ادم انا بحبه. مش فكره انه ما اعرفش ايه لا اطلاقا. انت راجل مصري محترف واشتغلت بغض النظر، ملهاش علاقه ملهاش علاقه يعني مش شرط ملهاش يعني في ناس ما اعرفش، بس انا بشوفها كده. دكتور مدحت، انت حسيت انك مرتاح جدا جدا جدا؟ انا اصلا اول ما عرفت انه اللي انا هقف قدامه استاذ محمود حميده فقلت ده قلت كده يعني، لانه برضو في ناس انت بتسمع عنها بتبقى نفسك تشوف الناس دي بتشتغل ازاي، الناس دي بتذاكر ازاي، الناس دي بتمثل ازاي. طب هو بيذاكر ازاي؟ ما اعرفش بصراحه. يعني انا عارف محمود عبد العزيز لا لا انا قصدي لا يعني هل مثلا شفته عملته بروفات ترابيزه عملته كذا ده كذا؟ هو ده اللي كنت جاي لحد فيه في الكلام، انه ابتدينا مع في الاول خالص مع اول بروفا مع الاستاذ تامر، وهو يعني استاذ تامر قعد مع استاذ محمود شويه لوحديهم وقعد معايا شويه لوحدينا كده يعني، وبعد كده ابتدينا نجمع الثلاث اطراف مع بعض. بنتعرف يعني بنتعرف على الموضوع اللي احنا خلاص اوريدي قريناه وعارفين هنعمل فيه ايه وعارفين الموضوع، بس بنكسره بينا وبين بعضينا. تمام. بحيث ان كل واحد، لانه دي برضو انا بشوفها طريقه مخرج في المقام الاول اكيد، لانه ممكن يكون ممثل بيشتغل كده بس المخرج اللي معاه قشطه عشان يعني تمام ويلا في اللوكيشن مسؤوليه كل ممثل بالظبط يعني. انا جاي اخرج لا انا برضو شايف انه من يعني دي حاجه تحسب لاستاذ تامر، ودي من احد الحاجات المهمه اللي خلتني فكره الكيمياء اللي كنت بتكلم فيها. انا بحب اشتغل كده واستاذ تامر بيحب يشتغل كده، او مش يعني هو متعود بطريقته طبعا فكره التوجه مع الممثل دايما من اول بروفات لحد اخر يوم في التصوير، وكمان بينكم بعض التجربه بتاعت بدون ذكر اسماء فانتوا اوريدي عارفين بعض خلاص ومعانا استاذ محمود حميده وبعدين استاذ تامر من الناس اللي بيحب يسمع الممثل هو عنده ايه عن الشخصيه او عن الورق عموما بغض النظر عن اللي في دماغه هو. تمام قد يضيف قد وبيحصل وارد جدا مع اي حد طبعا وكمان دي حاجه كمان كانت مريحاني اكتر، لانه انا من الناس اللي كانت من بدون ذكر اسماء قال لي الجمله دي قال لي انا بحب اقعد معاك الاول قبل ما اقول لك اللي انا عايزه. تمام. فاهم قصدي؟ طبعا. فدي حاجه في حد ذاتها تخليني ابقى عايز اشوف الورق ده بقى ايه يعني. انا خلاص سيبك من السكريبت، انا عايز اشوف الدماغين دول هيعملوا ايه. ده اهم بالنسبه لي. حسيت ان انت في حاله يعني زي ما تقول تمازج او حاله يعني جدا انسجام بالظبط، حاله انسجام جدا جدا، لانه احنا الثلاثه فاهمين بعض واحنا الثلاثه بنحب بعض واحنا الثلاثه بنحب الورق ده قوي. والحقيقه باين يعني بجد بقى، مش بقول يعني الكلام ده مش زي الكلمه اللي انا قلتها اللي هو اللي ورا الكاميرا بيرن صوت الكاميرا والكلمتين اللي كل الممثلين بيقولوهم دول والمخرجين والوسط كله يعني. الحقيقه المشاهد اللي بينك وبين الاستاذ محمود حميده كان في يعني زي ما اقول ايه مثلا يعني تحس انهم في كده عامل زي البازلز اللي راكبه على بعض كده بالظبط. هذا الاساس اللي جالي ان المشاهد محسوبه تماما في علاقتك بالاستاذ محمود حميده. هقول لحضرتك حاجه يا دكتور مدحت افتكرتها دلوقتي. كان في موقف حصل بيني وبين استاذ تامر وبين استاذ محمود. كان يوم في معرض الكتاب الكلام ده قبل ما يعني اول معرفتي بان انا هعمل الفيلم ده مع الناس دي. تمام. كنا بنعمل ندوه عن بدون ذكر اسماء. اوكي. فيما بعد يعني بعد المسلسل في معرض الكتاب. تمام. وكان استاذ محمود حميده عنده بعدينا بالصدفه، انا ما كنتش اعرف ده هو اللي قال لي. أوكي. عنده ندوه لوحده عن معرفش ايه في إيه صناعه ايه والجو كده. تمام. فبعد ما خلصنا احنا طبعا قابلنا بعض واستنينا بعض وقعدنا شويه بتاع، بعد ما خلصنا خالص وخلص استاذ محمود، بعد ما خرجنا لقيت استاذ تامر بيقول لي معلش ممكن تقف بس جنب بعض كده. فقلت له نتكلم عادي. فراح مطلع موبايله ومصورنا جنب بعض. انا فهمت بعديها، ما كنتش فاهم هو بيعمل كده ليه. هو عايز يشوف عباس القط وحماد الفار في حاجات في دماغه يعني، فاهم قصدي؟ يعني الكلام ده كان من بدري قوي. ما هو مخرج بقى شايف ما هي بقى دي طريقه الشغل بتاعت الروح العمل ده كله كده، المطبخ كله كده. الحقيقه انا يعني سعيد باهتمام تامر بانه يبقى يعني طول الوقت دماغك مشغوله بالحكايه. وعايز اسالك اقول لك، انتوا عاملين الفيلم كله طبعا استاذ حماده وحيد اللي كاتبه ما قبل ثوره 25 يناير.
تمام ده حقيقي. اه طبعا ال 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 الموضوع ده على بعضه ينفع لو عملته دلوقتي يبقى ياخد نفس الجو ده، ولا انت شايف ان في شيء اتغير لو عملته دلوقتي سنه 2015 بعد الثوره يعني؟ انا ممكن اعمله بس هم يوافقوا مش عارف. لا انا بسالك، ما هو انت عملته لانه كان في اشياء كثيره واقعيه. انت شايف انه ينفع يتعمل دلوقتي وهناك اشياء كثيره واقعيه شبه اللي بيحصل ده؟ اوكي. في في طبعا سؤال محرج شويه. لا 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 خالص. العكس ده سؤال رائع. في في اسقاط على الظرف تمام اللي حضرتك بتتكلم عنه. اكيد في ملمح متعلق بالظرف تمام، ولكن في تقديري برضو ان السينما تصلح لكل وقت تمام. يعني فيلم لا اتمنى ان في ناس تتفرج عليه بعد 50 سنة فبتفضل العلاقه دي علاقه جدليه طول الوقت تمام. وتصلح ان هي بعد 50 سنة نتكلم فيها او من 50 سنة فاتت. يعني هي الفيلم ده مستوحى من قصه قصيره لعبد الرحمن فهمي مكتوبه زمن قديم جدا، وكأن الاشياء طول الوقت هي هي متشابهة. السلطة لا تتغير حتى وان تغيرت بعض المفردات او بعض الاشياء، لكن في الاول وفي الاخر تظل السلطة سلطة في بلدان العالم الثالث حقيقي. ويظل في شخص طرف اخر فار بيستقل نفسه مش عارف قوته الحقيقية لتكمن في حقه اعتقاده حقه اللي ده بيديله اكبر قوة في الدنيا. فالشخص ده طول الوقت بيحتاج يعرف انه لا هو انت قوي على فكره. انا سعيد قوي بالحق. بص انا سعيد قوي باجابتك دي، وانا معلش انا هقول شعر ليا انا كتبته لو غناه محمد منير. يعني هو بينطبق على اللي انت بتقوله ده، بيقول اوعى تخاف من القوي واللي يقول لك انا منفوخ وفاضي وهوى مستقوي من ضعفنا، اذا كان لابد الموت اصرخ بعلو الصوت جايز بشر يسمعك ويوصل اللي ابتدى. ففعلا ما تخافش من حد، هو بيبقى منفوخ قوي كده بس انت قوي. انت كمان. انا كمان سعيد قوي بصراحه. انت الفار القوي، انت الفار القوي صح كده. قول لي يا محمد، الفيلم انت شايفه جماهيري؟ شايفه جماهيري؟ ما هو جماهيري، ما هو يعني ما مش قصدي، يعني انت قصدي حضرتك ان هو كوميرشال؟ كوميرشال. ما هو زي ما اتكلمنا من شويه في الموضوع ده. هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ مدحت. اتفضل. لو فيلم، مع اني ضد شويه مصطلح افلام المهرجانات والكوميرشال والكلام ده، بس انا معلش يعني كلمه فيلم مهرجانات دي كلمه اصلا بتعصبني يعني. يعني افتكاسه. مش حاجه اسمها كده. طبعا. لو اعتبرنا فيلم من النوعيه ديت مثلا وعمل فلوس كتيره جدا وحقق نجاح مع الجمهور، تمام، هيبقى فيلم جماهيري. تمام. وعلى فكره معلش انا يعني هاحيلنا كلنا لاجابه قالها الاستاذ يحيى الفخراني في لقاء مع المبدعه الجميله لمس الحديد، وانا كررتها كذا مره معلش اذا كنت ممل بس استحملوني. يعني ان هي سالته على الافلام الجماهيريه، فقال لها انا عملت فيلم مره وعمل ايرادات كتيره جدا جدا بس اسقطته من حساباتي، لكن الافلام اللي انا عملتها وكان في ذهني انها مش جماهيريه على اللونج ران اصبحت هي الافلام الجماهيريه، زي عوده مواطن وخرج ولم يعد. هذه الافلام طبعا ربنا يا رب يديكوا ايرادات الدنيا، بس الفيلم تكمن جماهيريته وقيمته في استمراريته، مش في انه ينزل دلوقتي فيعمل بقى وبعد كده ما يبقاش مش فكره شباك ايرادات وتذاكر وبتاع. ما يعني ما كم من افلام بتعمل فلوس كتير بس لما تيجي تقيمها مش قصدي انك تحطها في افلام بقى ده يعني لا اطلاقا، بس فيلم انا بخرج منه مستمتع. لا وكمان هو حتى قال على المستوى التجاري. انت تقدر دلوقتي الفيلم اللي هو عمله ده وعمل ما عرفوش يبقى القنوات بعد كده لانه ملوش قيمه، في حين ان الافلام اللي هي اصلا يمكن ما جابتش ايرادات ساعتها كل القنوات بتشتريها لانها افلام ذات قيمه، فحتى على المردود الاقتصادي والمادي الافلام دي طلعت جماهيريه اكتر من الفيلم التاني. وده اللي عايز يقوله يعني. انا شايف في النقطه دي انا الحقيقه طبعا انا بحب كل الانواع من الافلام، بحبها كلها. ومش شايف ان في نوع يلغي نوع. ولما احب اعمل افلام، ده فيلم الاول يعني، لو ليا عمر وفرصه اني اعمل افلام ثانيه، انا بحب اعمل طول الوقت افلام او مسلسلات اللي انا نفسي اشوفها في اللحظه دي، اللي انا نفسي اشوفها. تمام. ده اكثر حاجه ممتعه ان انت تعمل اللي انت نفسك تشوفه. اتمنى ان انا اشوفه. ولو رغبتي دي تمست مع الجمهور ابقى انا سعيد الحظ. طبعا يعني. وتتمنى انها تتماس مع الجمهور بالتاكيد يعني. ولكن في اللحظه الراهنه يعني موقفي في اللحظه اللي احنا فيها دي ان احنا محتاجين بجد نقف جنب السينما.
احنا صناع السينما عاملين الموسم ده شيء رائع. عرض الافلام شيء رائع والافلام جيده ومفيش حجه للناس ان هي ما تعزف. تقول ان ما قدامناش غير كذا فاحنا مضطرين نروح. مفيش اي حجه يعني. صح. طول الوقت هيبقى في ناس بتقول لا انا بتحفظ على ده او انا مش عايز ده او انا مفيش اي حاجه. فبالتالي احنا في لحظه بتقف جنب السينما. مش بس احنا صناع الفيلم على فكره الاستاذ تامر بيقول مش بس صناع، لا الجمهور اللي هو بيدينا عشان نعمل افلام تانية. فانتوا اللي لازم تقفوا جنب السينما الجيدة مش الممل على فكرة ولا اللي دمها تقيل، لا الافلام الحلوة وجميلة وانا استمتعت وانت هتستمتعوا لما تخشوا يعني. وحاجة بسيطة كده في الموضوع ده علشان في مشكلة عظيمة اسمها قرصنة على الافلام. طبعا. احنا كجمهور بنتخيل ان الافلام دي بتتعمل عشان تجيلنا نتفرج عليها على الانترنت ببلاش، وده مش حقيقي لان الافلام دي بيكلف فلوس كتير جدا. والمنتج بتاعها بيبقى يتمنى ان هو يرجع الفلوس ويكسب. فبالتالي مشكلة القرصنة دي مش وجود منتجين برغم ان الافلام بتتسرق وبتتعرض مصر انه يعمل افلام. فده انا بجد بحترمهم جدا طبعا رغم ان الظرف مش ظرف جيد يعني. تامر اصلا احنا عملنا حلقات هنا كثيره جدا على القرصنه وكان الله يرحمه محمد حسن رمزي ضيفي في كذا حلقه وكلمنا رئيس الوزراء وهو موضوع طبعا احنا بنحاول نشرح للناس العاديه ان دي صناعه بتنهار لو انت اتفرجت على حاجه مسروقه وفتحت قناه من اللي هم بيسرقوا انت بتساعد في هدم هذه الصناعه. انت شايف ان الجمهور اتغير؟ يعني شايف ان في تغير في وعي الجماهير ناحيه الافلام؟ نجاح فيلم مثلا زي الفيل الازرق وفيلم يعني سايكو دراما يعني بعيد تماما عن النوعيه اللي الناس متعوده عليها الجزيره وهكذا، شايف ان في تغير في نوعيه الجمهور الى الافضل يعني؟ بالتاكيد بالتاكيد. يعني الموسمين اللي فاتوا كانوا علامات لان في افلام رائعه حققت ارقام هايله. ومعناها ان الجمهور غير النوع اللي متعود عليه. احنا عاده احنا بنشتغل الافلام بمنطق البلياردو اللي هو الشيء الرائج اشتغل عليه كتير يعني. ما في نوع منطق عربية الفشار او اللي هي عربية الكبدة اللي في الشارع 10 يفتحوا جنبها يعني. قاعد كبدة ما يعملش التانية حاجة لا كبدة برضو. بالظبط. يبقى الصانع طول الوقت رد فعل الجمهور. اول ما بينجح نوع فبنقول يبقى واضح ان الناس حبت النوع ده يلا نعمله كسرة وكثافة شديدة جدا جدا. ولكن الحقيقة ان الناس مش عايزة تشوف الفيلم اللي متوقعاه، هي عايزة شيء مدهش، عايزة شيء جديد. كويس. فاول ما بتلاقي الافلام شبه بعضها خلاص بتنصرف عنها فيبقى منتج الفيلم مستغرب. ما انا قلت لكم بالظبط اللي انتوا حبيتوه المره اللي فاتت. بس انا شفناه سبع مرات. عايزين مش عايز شفت ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز سبع مرات. عندك ايه جديد؟ اوكي. وكان في مقوله تتقال في علم الجمال يعني ان الاختلاف نص الجمال والنص الثاني ازاي تختلف؟ انت حققت نص المشوار الى الجمال لمجرد ان انت قررت اختلفت عن السائد. لو اختلفت بشكل جيد بقى فانت حققت كل الجمال. فيلسوف برضه ما شاء الله مخرج كويس. طب قول لي يا احمد قول لي سبب اختلاف الجمهور، سبب ان الجمهور بقى يقبل على افلام ما كانش بيقبل عليها بعد كده، بما انك انت شاب وثوراجي وكده فانت ممكن مش عارف ثوراجي ايه؟ ثوراجي قول لي يا محمد. معرفش يعني انا متهيألي انه اختلاف الذوق العام نفسه. لانه الحاجه اللي انت بتحبها او مش لازم تكون اللي اتعودت عليها. تمام. انت ممكن تكون متربي على حاجه بس دماغك طلع في حته تانية او ذوقك طلع في حته تانية. هو فكره انه دايما في اختلاف. انا سالتك ثوراجي قلت ثوراجي قاصد ليه؟ لا انا فاهم لا انا قاصد لا انا بكلم بس الناس عشان هل التغيرات الدراماتيكيه المرعبه اللي حصلت في الاربع سنين اللي فاتوا خلقت طبعا متفرج جديد طبعًا. بوعي جديد طبعًا. ده اللي انا عايز اقوله طبعا يعني. طبعا طبعا جدا جدا وعايز اقول لحضرتك الحاجه الالكترونيه يعني انت دلوقتي مثلا اكيد بتقعد على القهوه مثلا تلاقي القهواجي بيتكلم في السياسه. أيوة. تلاقي بتاع الفول بيتكلم في السياسه. لا اي حد حتى العيال الصغيره بيتكلموا كويس على فكره احسن من المنظرين كتير اللي بيتكلموا صح. ازاي بقى بتلغوا مش مهم بس هو فاهم هو بيقول ايه لانه في فرق بين اللي فاهم سياسه واللي عارف سياسه يعني هو فاهم هو بيقول ايه بس وجهه نظر تعبيره يعني فاهم قصدي بيعبر بطريقته لكن فاهم هو بالاخر اللي فيها يعني ف اختلاف الذوق العام هو اللي يعني طول الوقت دايما هتلاقي ناس بتحب مش هتلاقي طول الوقت ناس بتحب حاجه واحده هتلاقي أكيد. نفس الناس
يعني ده في حاجه اسمها ملل، انا اكيد ممكن في لحظه امل فاحاول اشوف. ودلوقتي بقت سرعه تغير الاشياء بتخلي الملل اسرع كتير من الاشياء جدا. فطول الوقت هيبقى في حاله استمراريه للذوق العام. احنا احنا عدى علينا فتره كنا ما بنعرفش بنتفرج على ايه بس، او الاغلبيه بتحب ايه. كمان شويه هتلاقي الموضوع ده اختلف علشان الناس ابتدت في حياتها حاجه. نفس منطق تامر اللي كان بيقول افلام الثمانينات مخدرات، بعد نجاح فيلم البطنيه مثلا، بعد 98 صعيدي وابليس ما راح جاي كوميدي كله كوميدي يعني، وهكذا هي موجات بتطلع كده. هو الوعي، الوعي 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 العام لاي بني ادم في الدنيا، يفهم في السينما او ما بيفهمش في السينما. لو عنده وعي هيعرف، حتى لو هو بيشوف حاجات انت من وجهه نظرك ما بتحبهاش، بس هو على الاقل بيبقى فاهم هو بيعمل ايه. مش انا مش لاقي اي حاجه فبخبط يعني فاهم قصدي. انا اعتقد ان الجمهور ذكي جدا وبيقدر الجهد المبذول اذا كان حقيقي ولا شيء مزيف. يعني انت صانع فيلم حقيقي بتقدم شيء احترمته فيه، الناس بتخش تتفرج على الفيلم. انا دي وجهه نظري، وكثيرا ما حسيناها واحنا بنقدم افلام. خلينا نتفرج على غنوة الفيلم عشان فرجونا غنوة الفيلم يا جماعه، عشان نرجع نكمل الحوار الممتع مع الاثنين الشباب المثقف ده. القط يتعصب يهز ديله مظبوط، والفار لما بيلمح ويطلع يجري ده المفروض. راح الفار يدعب القط فاكر الغزاله رايقه. القط بص ضفره هجم هجوم تطار، وطوح بيده علم علي بسكار. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ الكائنات فعلا مختلفة مش افيه. توتا 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 مش هتخلص الحدوتة. واللي تعمل ليه دي بيلي معبود، نازل عليك سنتين هتفضل هي صورتك حتى لو عملت تقويم. ما انت ممكن تبقى جان بس مجرم تعمل كرايم، او ضرب وجنكي مدمن كل يوم تشد لايم. ربك خلقنا بالكمال مش مهم عنده لونك، المهم تكون في حياتك راس حربة وتدخل جونك. بص القط جه بص القط نو، ما احنا اللي عملنا القط كلب قط وبقى يجي صوت النو. ما انت خلال عصرية من البلكونة مدلل دين وقعد يتاو بيتمطع طرقع رجله بيلحس ايده، وانت كالعادة على جنب معدي. المرة دي مش مستخبي، انزل في الشارع اجري وطير، هخرج من بحر مش اسير. وهبص لفوق مش هبص تحت تاني، هطلع قدام مش هفضل في مكاني. هبص لفوق مش هبص تحت تاني، هطلع قدام مش هفضل في مكاني. تجري مسافات كيلومترات تقولش جاي جري من اسيا. زعلت القط وراك صاحبك مستنيك زي ما قال عماصيا. كلب بلدي الكاسكتة في بق اسكر بلامنت مدلدة، عمالي رجالته وعزوته كلها كلاب خرمانت مريلة. هوبا مرة واحدة حصل قفله، جم على القط وعملوا الحفلة. كرسي في الكلوب كرسي كرسي في الكلوب، اتضرب القط قطع ديله هده حلو هو اللي اتلطع. هرمي القط من ده المعركة من غير فروته بقى زي البرص، والفار قاعد على القهوة مريح طلب السحلة بنص القرص. مش هبص تحت تاني، هطلع قدام مش هفضل في مكاني. وهبص لفوق مش هبص فرقة شارب موفرز، وكانوا ضيوف هنا عندنا، والغنوة جميلة يا جماعة، والفيلم جميل جدا. مش بقول هذا الكلام، مش بعمل دعاية للفيلم. انا الحاجة اللي بحبها بقول ان انا بحبها، وانا ماليش علاقة، انا اعتبرني ما بقدمش برنامج. انا استمتعت بهذا الفيلم جدا الحقيقة والله. طيب الحمد لله بجد يعني مبروك، والناس كلها كانت فرحانة ان اول عمل يعني يدل على مخرج ناضج فعلا يعني. وانا كنت انا بحب السينما جدا طبعا، وشايف ان احنا مش مفروض نتعلمها في الجمهور ولا بفلوس المنتج. جميل. يعني هي محتاجة درجة من الخبرة كان لازم تتحقق يعني. واحنا انا بنتمي لجيل كمان اتعلم السينما في النص التاني من التسعينات في معهد السينما. تمام. الجيل ده كان جيل وسط بين حاجتين. الرموز بتوعنا هم استاذ داود عبد السيد، استاذ محمد خير، استاذ احمد عاطف الطيب، يعني رموز، وكلهم رموز
مشوارهم لصناعه السينما كان مشوار طويل. تمام. اشتغل مساعد عند استاذ او قسطى بالمعنى الشعبي. قعد يساعده كتير. ومع بدايه الاربعينات صنع فيلم الاول وابتدى يعمل افلام. تمام. فكان ده يعني زي ما بنقول لما بقى مهيئ يعمل فيلم بعد ما اتعلم كتير جدا ابتدى يعمل فيلم. فتلاقي اعمالهم الاولى اعمال رائعه طبعا. الصعاليق ده وده بس انا الحقيقه الواحد بينبهر لما بيتفرج ده مش بالزبط. ممكن يبقى اول فيلم يعني بالزبط. حصل تحول بقى في الاتجاه ده مش في صناعه السينما في كل مناحي الحياه. ما بقاش في فكره الاستاذ او الاسطى. انا بص يا تامر انا مش عايز اقول لك شديد الاعجاب باللي انت بتقوله الحقيقه. لا الحقيقه لان على فكره ده مش انت بص لي كده ليه؟ ايه ده؟ انت مركز معايا اصل انا الحقيقه يعني انا هخليك تكمل بس انا ليه بقول لك انا شديد الاعجاب؟ لان انا بتصدم من ان انا الاقي ولاد سنه 22 سنه يقول لي ده الكتاب الخامس بتاعي. طب امتى يا عم انت؟ فانت فنفس المنطق اللي بتقوله فكره الاستاذ او الاسطى او المعلم اللي بيعلم دي جت عليها وقت ما بقتش موجوده اصلا. في شيء حصل في ال 30 سنه اللي فاتوا او اكتر ما اعرفش بيقول ان النجاح ده محتاج ضربة حظ. مش محتاج من فكرة المجهود وطلوع السلم دي حاجات معطلة وما النجاح بضربة حظ. وكان في امثلة كتير. لا هم كانوا بيدشنوا لكده مش هم كانوا بيدشنوا ان انت يعني اللي معاه قرش يساوي قرش بالظبط واللي كذا كذا ما ده 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 التفكير الامريكاني في الحياة اللي هو اي حد معاه فتلة ممكن يبيعها فيبقى يعني حتة الستيب باي ستيب دي وانك تعمل موجود ده 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 تفكير. وطبعا كل قاعدة ليها استثناءات في مصر وفي العالم كله في مخرجين صغار السن عملوا اعمال بديعة أكيد. ولكن ده استثناء القاعدة طبعا. والمسألة ملهاش علاقة بالتكنيك والخبرة في الاخراج. هي ليها علاقة بتكوين وجهة نظر. يعني الواحد في سن صغيرة وجهة نظره بتتغير كل ست ساعات بالظبط. مع درجة من النضج بيبقى الامور يعني اوضح شوية. الانساني يعني انك تبقى فاهم اللي حواليك فاهم الحياة قبل ما تبقى صانع فيلم يعني. والحياة معقدة بنقعد نحاول نفهمها لحد ما طبعا طبعا يعني. بس النضج نفسه اللي بقى انا جالي مرة مخرج شاب كده وبعدين جاب لي سيناريو فيلم قريته وبعدين قلت له انت عايز تخرج الفيلم ده ليه؟ فقال لي عايز اخرجه. قلت له انت فاهم المخرج يعني ايه؟ المخرج يا حبيبي مش كادرات ولا تكنيك. المخرج يعني وجهة نظر في الحياة. لو انت ما عندكش وجهة نظر في الحياة ما تخرجش. لان انا ممكن جدا اتعلم احط الكاميرا فين واعمل مش عارف ايه ده تكنيك عادي ممكن عادي. لكن لو ما عندكش وجهة نظر ما تخرجش. فاللي انت بتقوله ده يا تامر 100% مظبوط يعني. ويكون عنده الاداء انه يعبر عن وجهة نظره. لانه ممكن ما يكونش عنده الاداء دي في ايديه فيبقى عنده وجهة نظر بس تطلع على الشاشة حاجة تانية. ومش عارف هو المسافة بين الاثنين هو حصل ايه. بالظبط. هو كان بيحلم بشيء بس لقى شيء اخر بالظبط. لانه ما عندوش. قول لي يا محمد الفرق ايه انت ممثل؟ انا حاسس ان انت واخد الموضوع يعني لا اصل الاستاذ تامر كان بيقول كلام كبير يعني سهل ان احنا نكشر له صح. قول لي انت ابن جاب انت مركز الابداع؟ انا درست في ورشه مركز الابداع الفني بس انا كنت يعني انا ابتديت شغل من يعني كنت داخل بمثل بقالي 6 سنين. اوكي بس دخلت برضو ده حاجه محترمه ان انت تبقى بتمثل بقالك 6 سنين ثم تقرر ان تزيد او تثقل موهبتك اكتر فتخش مركز طبعا الابداع. طبعا ما يعني ما ده الطبيعي انا بشوف ان ده الطبيعي يعني ما لازم تفضل بس ده عكس ال 30 سنه اللي فاتوا اللي بيقول تامر عليهم ان الحكايه كلها ضربه حظ يعني. لا انا لا ده ملوش علاقه يعني ده ممكن يكون حاجه من ضمن حاجات كتير بس يعني ده مش معناه انه البني ادم يعني يفضل قاعد ويستنى ضربه الحظ. ما انت هتجتهد لازم تجتهد لازم تتعب لازم تفشل في مرات كتير عشان تنجح يعني. انا عايزك تقول كده لناس كتير لان المساله تحولت زي ما تامر بيقول الناس كلها مستنيه اللوتري يعني ما بقتش ان انت اتعب واجتهد واعمل و و و وعشان في الاخر تبقى احمد زكي او تبقى محمد فراج او تبقى تامر محسن او تبقى وحيد حامد يعني. لا لازم نقول ان انت شخص موهوب جدا وكلنا كنا شايفينك موهوب وموهبتك كانت ممكن جدا ما تبقاش يعني تبقى موهوب ومحدش يعرفك برضه وما تمثلش اصلا مش كده بس اللي انت عملته هو اللي خلاك تعمل بطوله فيلم تامر محسن. ما هو بس بالظبط يعني انا اضافه الى كلامك يا استاذ مدحت عايز اقول حاجه برضه صناع الموضوع بغض النظر الموضوع ده ايه سواء سينما او تعليم او اي حاجة. يعني انا مثلا هستشهد بمثال انا اعرف ناس صحابي من زمان قوي جيران وبتاع والله مش بافور لا انت اوفر انا عارف بس انا عارف انا لا بس انا عشان كده بقول مش هافور انا هنا مش هافور يعني انت الطبيعي مش هافور يعني. لا واحنا بنلعب كوره في الشارع مثلا بتاع العيال
والله يعني كانك بتشوف ميسي. ميسي عيال عندنا 10 سنين ميسي موهوبين جدا. خلاص دلوقتي حالا انا مثلا وانا مروح بشوفهم ايه اللي سايس في حته اللي بيوقف على اللي فتح كوت. الاهتمام بالموضوع نفسه العيال دي لو كان مثلا حد شافها بشويه طبعا مثلاً. اهتمام بغض النظر عن الكوره انا بتكلم بس لا الموهبه في اي مكان انا مثلا واحد من الناس اللي بادين بالفضل لمسرح الجامعه لانه انا ابن مسرح جامعه تمام انا يعني قعدت في معهد سنه ومشيت بس ما كملتش بس من ساعه ما خرجت رحت مسرح الجامعه طلعت ما نزلتش تمام فانا الشغل كله الوعي الفني ابتدى عندي يظهر من مسرح الجامعه لاني كنت بمثل قبل كده بقى في ثقافه جماهيريه ما اعرفش مسرح المدرسه الكلام ده فمسرح الجامعه مليان طاقات ومواهب في كل المجالات بس لو احنا نزود الضوء شويه نوسع بؤره الضوء شويه هنطلع فاهم قصدي طبعا الاجتهاد ده دايما يعني ما عشان كده بقول الاجتهاد مش عليا انا بس كممثل لا الاجتهاد عليا كممثل وعلى استاذ تامر كمخرج وعلى استاذ فيكتور مدير التصوير كمصور وعلى وفي كلمه مشهوره تقول لك ان الموهبه 25% بس من النجاح وال 75% من النجاح هو الشغل على هذه الموهبه بالظبط وبالبلدي بنقولها اهم من الشغل ضبط الشغل بالبلدي كده بالظبط كده فيعني انت لازم تتعب ولازم تجتهد ولازم تقع عشان تقف تاني مش يعني استحاله تفضل ماشي كده في رمضان اللي جاي النحت بقى سلام إيه؟ قولوا داخل عندك حاجه في عندكم حاجه في رمضان ان شاء الله ايوه عندكم صح انا مش عارف عارف عندنا والله انا بقول لك والله انا بسال انا بسال اصلا وانا مش في ذهن خلاص يا جماعه مش هنقول بقى عشان ما نعمل دعايه لا قول اللي انت عايزه لا انا ما مش حكايه اقول انا عايزه انا قول يعني المسلسل اللي انت بتعمله انا ان شاء الله باذن الله في رمضان اللي جاي 2015 مسلسل انتاج استاذ جمال عادل ايوه اتفضل تاليف استاذه مريم نعوم ايوه اخراج الاستاذ تامر محسن استاذه مريم نعوم طبعا اللي عملت سجن النساء وعملت ذات وهي 1-0 جميله 1-0 طبعا اخراج استاذ تامر و اسمه تحت السيطره وانا مبسوط قوي بجد ان انا هعمل ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وانا بشكرك يا محمد نورت وان شاء الله نجم قادم وجمال نجوميتك ان انت معتمد على موهبتك لان انت شبه كل الشباب المصري اللي بنشوفه في اي حته فدي حاجه بتسعدنا الحقيقه يعني الفيس ده بتاع الفيلم على فكره اللي انت عملته ده استاذ نورتنا شرفتنا الف مبروك الله يبارك وان شاء الله بالنجاح الفيلم ممتع وجميل ومسلي وانا بقول للناس روحوا اتفرجوا واستمتعوا بمحمد فراج وتامر محسن استاذ وحيد حامد استاذ محمود حميده والاستاذه العظيمه سوسن بدر طبعا وسوزان نجم الدين ومش عايز انسى حد استاذ لطفي نورتنا يا استاذ تامر الله يخليك نورتنا يا استاذ محمد فاصل ونلتقي بالفقره اللي بعد كده استنانا ما تستناناش انت حر